اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم إننا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا كريم. اللهم إنا نشكرك على نعمك الكثيرة التي أنعمت علينا بها ونسألك الزيادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا هناك شياطين أو قرناء سيطروا على القلب بعقدهم وأسحارهم وأجهزتهم وأسرارهم بشيء أرادوه في أنفسهم الخبيثا، وإنك تعلم السر وأخفى يا قوي يا عزيز. اللهم دمر كل سحر يعطلون به الرقيا على هذا الجسد. اللهم دمر أسحارهم لتعطيل الرقيا. اللهم دمر أسحارهم لتعطيل الرقيا على هذا الجسد. اللهم دمر أسحارهم لتعطيل الرقيا على هذا الجسد. اللهم دمر أسحارهم لتعطيل الرقيا على هذا الجسد يا قوي يا متين. اللهم دمر أسرارهم لتعطيل الرقيا. اللهم دمر أسرارهم لتعطيل الرقيا. اللهم دمر أسرارهم لتعطيل الرقيا يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أسرارهم لتعطيل الرقيا يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أسرارهم لتعطيل الرقيا يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أسرارهم لتعطيل الرقيا على هذا الجسد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. اللهم إن هناك شياطين أو يمكن قرناء سكنوا القلوب عقدوا في القلوب سحروا القلوب غيروا القلوب استهدفوا القلوب بأسحارهم وخدموا العين والحسد والنفس الخبيثة. اللهم يا قوي يا عزيز. اللهم دمر عهودهم التي أخذوها على بعضهم البعض في اتباع هذا الجسد وخاصة التأثير على قلبهم. اللهم دمر عهود الشياطين أو القرناء الذين تسلطوا على هذا القلب. اللهم دمر عهودهم. اللهم أبطل عهودهم. اللهم أبطل عهودهم ومواثيقهم في تسلطهم على هذا الجسد وقلبهم. اللهم دمر وأبطل عهودهم التي أخذوها على بعضهم البعض في اتباع هذا القلب، في تمريض هذا القلب، في زرع الشك في هذا القلب، وتدمير الألفة والحب والمودة في هذا القلب، وفتنة هذا القلب عن دينه يا قوي يا عزيز. اللهم دمر عهودهم. اللهم دمر عهودهم التي أخذوها على بعضهم البعض. اللهم دمر كل عهد وميثاق أخذه الشياطين على بعضهم البعض
في اتباع هذا القلب في اتباع هذا الجسد والتأثير على قلب صاحبه. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم ارجع كل شيطان أو شيطانة أو قرين تملك القلب، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، 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 اللهم ارجع كل شيطان أو جان أو قرين أو قرينة تسلطوا على هذا الجسد، تسلطوا على قلب هذا الجسد، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم يا قوي يا عزيز، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، اللهم ارجعهم إلى فطرتهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، 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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم دمر كل طلسم خاص بالقلب، اللهم دمر كل طلسم خاص بالقلب، اللهم دمر كل طلسم خبيث خاص بالقلب، اللهم دمر كل طلسم خبيث خاص بالقلب، اللهم دمر كل طلسم خبيث، طلسم سحري خبيث بالنجمة السداسية أو بغيرها، اللهم دمره يا قوي يا عزيز، اللهم دمر كل طلسم خبيث بالنجمة السداسية على القلب للسيطرة على القلب وزرع الشك في القلب وتدمير المودة والحب بين الزوجين في القلب، 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 وزرع الشكوك والإلحاد 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 في القلب، اللهم دمر كل طلسم خبيث لسوء الظن بالله في القلب، لسوء الظن بالله في القلب، اللهم دمر كل سحر خبيث، اللهم دمر كل سحر خبيث، اللهم دمر كل طلسم خبيث
لسوء الظن بالله في القلب لسوء الظن بالله في القلب اللهم دمر كل سحر خبيث بطلسم النجم السداسيا لزرع الخوف في القلب لزرع الخوف في القلب اللهم أبطله يا قوي اللهم أبطله يا قوي اللهم أبطله يا جبار اللهم أبطله يا قهار اللهم دمر كل سحر خبيث بطلسم النجم السداسيا لزرع الخوف في القلب لزرع الخوف في القلب اللهم أبطله يا قوي اللهم أبطله يا قوي اللهم أبطله يا جبار اللهم أبطله يا قهار اللهم أبطل كل سحر في القلب اللهم أبطل كل سحر في القلب اللهم أبطل كل سحر في القلب اللهم أبطل كل عقدة من السحر عقدت على القلب اللهم أحلل كل عقدة عقدت على القلب اللهم أحلل كل عقدة عقدت على القلب تفرعت عنها العقد على أي شيء عقدوها تحل بأمر القوي تحل بأمر الجبار تحل بأمر القهار تحل بأمر العزيز تحل بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون اللهم احلل كل عقدة خبيثة عقدة سحرية عقدت في القلب اللهم احلل كل عقدة سحرية عقدت في القلب لطيبة القلب لطيبة القلب لإيمان القلب للحب والمودة في القلب اللهم يا رب العالمين احلل كل عقدة سحرية عقدت في القلب لتدمير القلب والسيطرة على القلب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم دمر كل عقدة خبيثة عقدها الشياطين والقرناء لتدمير المودة والحب في القلب بين الزوجين عقدة سحرية خبيثة عقدها الشياطين والقرناء على القلب لتدمير المودة والحب بين الزوجين اللهم دمر كل عقدة في القلب عقدها الشياطين والقرناء على القلب لتدمير المودة والحب بين الزوجين في القلب اللهم احلل كل عقدة خبيثة على القلب اللهم احلل كل عقدة خبيثة على القلب اللهم احلل كل عقدة خبيثة على القلب لأي شيء عقدها المجرمون اللهم احلل كل عقدة على القلب والصدر 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 بقوتك يا قوي اللهم احلل كل عقدة عقدت على الصدر اللهم احلل كل عقدة عقدت على القلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله تحل العقد, بسم الله تحل العقد, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. بسم الله تحل العقد, اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت, أن تحل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على مسارات الطاقة الواصلة إلى القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على العروق والشعيرات الدموية في القلب, عقدت على العروق والشعيرات الدموية في القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على العروق والشعيرات الدموية في القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على العروق والشعيرات الدموية في القلب. اللهم احللها يا قوي, اللهم احللها يا قوي, اللهم احللها يا قوي. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على القنوات اللمفاوية. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على القنوات اللمفاوية, عقدت على القنوات اللمفاوية, عقدت على القنوات اللمفاوية, فأثرت على القلب, فأثرت على القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على القنوات اللمفاوية فأثرت على القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على القنوات اللمفاوية فأثرت على القلب. اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة, عقدت على القنوات اللمفاوية فأثرت على القلب. اللهم احلل كل عقدة تفرعت عنها العقد في القلب, اللهم احلل كل عقدة تفرعت عنها العقد في القلب, اللهم احلل كل عقدة تفرعت عنها العقد في القلب, اللهم احلل كل عقدة عقدت في القلب فتفرعت عنها العقد وأمرضت القلب وأوجعت القلب وأوجعت القلب. اللهم دمر كل سحر خبيث, اللهم دمر كل سحر خبيث, اللهم دمر كل سحر خبيث يؤثر على القلب, اللهم دمر كل سحر أصاب الجسد فأثر على القلب, اللهم دمر كل سحر خبيث يتقوى به الشياطين الذين يعملون على القلب, اللهم دمر كل سحر خبيث يتقوى به الشياطين الذين يعملون على القلب, اللهم دمر كل سحر موروث يتقوى به الشياطين يسكنون القلب, اللهم دمر كل سحر موروث خبيث
يتقوى به الشياطين يعملون على القلب. اللهم دمر كل سحر مورود خبيث يتقوى به الشياطين الذين يعملون على القلب. اللهم دمر كل سحر خبيث موروث يتقوى به الشياطين الذين يعملون على القلب. اللهم اقطع اتصالهم به, اللهم اقطع اتصالهم به, اللهم ابطله اينما كان, اللهم ابطله اينما كان, اللهم ابطله اينما كان, اللهم ابطله اينما كان. اللهم ابطل كل سحر خبيث صنع لهذا الجسد, فاستمد الشياطين الذين يسكنون في القلب استمدوا منه الطاقة ليساعدهم على البقاء في القلب. اللهم دمره وأبطله أينما كان, اللهم أبطله أينما كان, اللهم أبطل كل سحر يتقوى به الشياطين في القلب أينما كان, اللهم أبطله في الجسد أو خارج الجسد, اللهم أبطله في الجسد أو خارج الجسد, اللهم أبطله في الجسد أو خارج الجسد. اللهم دمر أسرارهم, اللهم دمر أسرارهم, اللهم دمر أسرارهم. بسم الله تحل العقد في القلب, اللهم احلل كل عقدة في القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, 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 واحلل عقدة, واحلل عقدة, واحلل عقدة, واحلل عقدة, واحلل عقدة, واحلل عقدة, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد, 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 ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما, 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما, 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 وجعلنا من الماء
كل شيء حي أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد اللهم دمر حصونهم في القلب اللهم أخرج أعمالهم الخبيثة من القلب وأخرجهم من القلب بقوتك يا قوي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بسم الله القوي المتين بسم الله مالك الملك تدمر أجهزتهم للصعق اللهم دمر أجهزتهم للصعق
اللهم دمر أجهزتهم الشيطانية للصعق. بسم الله تدمر أجهزتهم. اللهم دمر أجهزة الصعق. اللهم دمر أجهزة الصعق على القلب. 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 اللهم حرق أجهزة الصعق على القلب. بسم الله. بسم الله تحرق أجهزتهم. بسم الله تحرق أجهزتهم. بسم الله تحرق أجهزتهم. أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها 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 إعصار فيه نار فاحترقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. 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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اللهم دمر أسرارهم على القلب. اللهم دمر أسرارهم على القلب. اللهم دمر كل سر يتقوى به في القلب. اللهم دمر كل سر هو لهم يتقوى به في القلب. اللهم دمر كل سر هو لهم يتقوى به في القلب. اللهم دمر كل سر يتقوى به الشياطين في القلب وفي سائر الجسد. اللهم دمر كل سر يتقوى به الشياطين في القلب وفي سائر الجسد. اللهم دمر كل سر يتقوى به الشياطين في القلب وفي سائر الجسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم أبطل كل سحر على القلب اللهم أبطل كل سحر على القلب اللهم أبطل كل حسد على القلب اللهم أبطل كل عين على القلب اللهم أبطل كل نفس خبيثة على القلب اللهم أبطل كل سحر على القلب اللهم أبطل كل حسد على القلب اللهم أبطل كل حسد على القلب اللهم أبطل كل نفس خبيثة على القلب اللهم أبطل كل عين معجبة على القلب اللهم أبطل كل عين معجبة على القلب اللهم أبطل كل سحر على القلب اللهم أبطل كل سحر على القلب وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير